معايا عبر الهاتف الآن واحد أيضا من نجوم نادي الزمالك المنتظرين بإذن الله نشوفهم في الأيام والشهور القادمة، يتألق مع نادي الزمالك بعد ما تألق مع الجونة بشكل رائع جدا في مركز الظهير الأيمن، كابتن أحمد محمود لاعب نادي الزمالك. كابتن أحمد مشرف ومنور وألف مليون مبروك السوبر الأفريقي. الله يبارك فيك يا أستاذ كريم، مبسوط إني مع حضرتك النهارده. أنا أسعد جدا. احكي لي الأول بس لقب السوبر الأفريقي يمثل لك إيه؟ اكيد طبعا كان يفرق معايا ان انا لسه ايه النادي مكملتش الشهر، فان انا اخد بطوله كبيره وقاريه زي بطوله السوبر الافريقي، فطبعا دي حاجه كبيره طبعا. النادي كان محتاجها والجمهور كان محتاجها ومجلس الاداره كان محتاجها، فكل الناس كانت محتاجه البطوله دي، فالحمد لله قدرنا ناخد البطوله يعني. احكي لي الاجواء ما قبل هذه المواجهه في اوضه اللبس وانتوا كلاعيبه مع بعض مع الجهاز الفني، كثير من الضغوط تعرضتوا ليها، يعني انه الزمالك ممكن تبقى حظوظه اقل من الاهلي، تعاملتوا ازاي مع كل هذه الامور يا كابتن احمد؟ والله كابتن احنا الموضوع التصريحات اللي كانت قبل الماتشات والكلام ده كله كان وصل لنا يعني، بس احنا كان كلاعيبه يعني ما كانش الموضوع شغال لنا قوي، كنا متفائلين باللي بيحصل وبالكلام اللي بيحصل ده، عشان عارفين ان احنا ان شاء الله هنروح هناك وهناخد البطوله، فالكلام ده ما كانش بيفرق معانا. كان لعيبه كده كانت بتتكلم معانا، كابتن شيكا، كابتن عبد الله، كابتن عمر، زيزو، كل الناس دي كانت بتتكلم معانا ان احنا جايين نكسب، ما كناش بنبص على التصريحات. الكلام ده كله شفناه قبل ما ننزل، قبل ما نروح الماتش على طول شفنا كل ده، الكلام ده كله في فيديو. ف شفتوه امتى بالظبط يا كابتن احمد؟ ايه؟ شفتوا الكلام ده امتى؟ قبل ما نروح الملعب على طول، اخر حاجه شفناها قبل ما نروح الملعب. شفنا التصريحات دي كلها وشفنا الجماهير بتاعتنا كل ده في فيديو قبل ما ننزل. فده خلى اللعيبه تنزل تدي 200% يعني. فيديو مجمع يعني، فيديو كان فيه تجميعات كتيره للتصريحات دي؟ فيديو مجمع للي كان بيحصل. فيديو مجمع اللي كان بيحصل والتصريحات المستفزه اللي كانت بتحصل. بس فاحنا الحمد لله قدرنا نرد في الملعب يعني. والاداء كان مميز في الملعب طبعا. اكيد اكيد يعني، نادي الزمالك نادي كبير يعني، عيب ان حد يطلع يتكلم عن نادي الزمالك ويقلل منه بالشكل ده، حتى لو نادي الزمالك مش مستقر او مش في احسن حالاته بسبب الازمات اللي عنده، فنادي الزمالك هيفضل زي ما هو نادي الزمالك، كيان كبير ونادي عظيم، حتى لو ايه والماتش ده كمان بيبقى ليه يعني ماتش خاص يعني، حتى لو الفرقتين واحد فيهم مش فايق، بس الماتش ده يبقى برضه ملوش توقعات يعني. صحيح. ايه اللي كان ضايقك يعني، ايه اللي كان ضايقك قوي يا كابتن احمد انت بقى شخصيا؟ اكيد اللعيبه كلها بشكل عام ضايقت من كذا حاجه، بس انت ايه اللي سمعته؟ زي ما قلت لك احنا الموضوع ما كانش شاغلنا قوي، بس هي التصريحات يعني كان فيها موضوع شويه كرامه يعني. احنا كنا بنبص كنا بنتكلم مع بعض كلعيبه، الكباتن كده كانت بتتكلم، الموضوع موضوع كرامه يعني. ان احنا لازم نرد كرامتنا تاني يعني. هايل. انما الموضوع التصريحات ما كانش شاغلنا يعني، بس هو احنا اللي استفزنا التصريحات اللي هي قللت من النادي. بس ايه اللحظات اللي كانت صعبه عليك في المباراه بقى نفسها، وايه اللحظه اللي انت حسيت فيها انه خلاص حتى قبل ضربات الترجيح انت حسيت انه الزمالك ممكن يكسب المباراه؟ لا، احنا من اول الماتش واحنا ماشيين كويس، حتى لما جه ضربه الجزاء ما حدش فينا كان يعني متردد يعني، ولا كان متضايق ان احنا ممكن الماتش ده من هنا، ان احنا كنا عارفين ان احنا ان شاء الله هنرجع وهنكسب. زي ما قلت لك الروح اللي كانت موجوده في الفريق ما كانتش موجوده من زمان يعني. صحيح. هدف للاهلي في نهايه الشوط الاول، في اوضه اللبس بقى بين الشوطين قلتوا لبعض ايه؟ لا، في اوضه اللبس اتكلمنا ان احنا لازم نهدى، عشان كنا متعصبين بعد البلن، بعد ضربه الجزاء، فقلنا لازم نهدى، لازم نسمع كلام الراجل، مش هنطلع من الماتش ده غير واحنا كسبانين. فالحمد لله قدرنا نجيب جون ونكسب في ضربات الجزاء. مين في اوضه اللبس اكتر حد كان بيحمسكم جامد يا كابتن احمد؟ كل اللعيبه الكبيره يعني، كابتن عبد الله اتكلم، وكابتن شيكا اتكلم، كابتن كل اللعيبه ومستر جومز اتكلم معانا، كان كل الكلام بيتكلم عن نهدى، عشان هو حس ان اللعيبه كانت متعصبه. فالكلام كله كان ان احنا لازم نهدى ولازم ننزل الشوط الثاني زي ما احنا، ومن اول الشوط الثاني ننزل نضغط من فوق الشوط كله، لازم نموت الماتش ده فاضل 45 دقيقه، لازم نطلع كسبانين السوبر عشان الجماهير دي كلها تروح فرحة. هايل. انت بقى تحديدا، انا اعلم انه الزمالك من الموسم اللي فات وعايز يرجعك، من حتى من شهر يناير عايز يرجعك، متالق جدا مع فريقك، ماشي بشكل ممتاز جدا. طموحاتك ايه مع نادي الزمالك؟ امالك ايه مع نادي الزمالك؟ مركزك فيه لاعب كبير جدا هو عمر جابر، المنافسه معاه اكيد مش منافسه سهله، طموحاتك ايه الفتره اللي جايه يا كابتن احمد؟ اكيد طموحاتي ان انا ابقى موجود الاول في الملعب،
اكيد طبعا زي ما انت قلت في منافسه مع لعيب كبير اسمه عمر جابر، عامل موسم استثنائي ولسه مكمل، فالمنافسه معاه هتبقى صعبه، بس هتكون ان شاء الله هتكون لصالح الفريق. فانا كل اللي انا اقدر اعمله ان انا ابقى موجود اتمرن كويس وبتاع واسمع كلام الراجل لحد ما ان شاء الله واحده واحده ياخده. اكيد طموحي ان انا الفتره الجايه احقق السوبر المصري والدوري المصري ان شاء الله. السوبر المصري والدوري المصري اكيد انا طبعا. ده كان سؤالي اللي جاي، انه اكيد جمهور الزمالك مش هيتوقف طموحاته عند السوبر الافريقي فقط. لا لا، انا زي ما قلت لك روحي اللي كانت اللي موجوده في الفرقه دلوقتي تقدر تخلي نادي الزمالك ياخد اي حاجه، حتى لو ايه في موجود ازمات او اي مشاكل، الروح الموجوده بين اللعيبه وبين بعض وبين الاداره وبين اللعيبه تخلي نادي الزمالك يقدر يعمل اي حاجه. صحيح. كابتن احمد محمود لاعب نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، والف مليون مبروك مره اخرى الفوز بلقب السوبر الافريقي.